مين هو سركيس حليس؟ هو مدير عام منشآت النفط، تتبع منشآت الزهرانة وطرابلس للمديرية العامة لمنشآت النفط بلبنان. تملك المنشآت خزانات نفط لتخزين المازوت، البنزين ومشتقات نفطية أخرى، أراضي شاسعة، مصفات لتكرير النفط، متوقفة عن التكرير حالياً. تملك خزانات لتخزين الغاز المنزلي LPG. تملك خط الغاز الطبيعي اللي بيوصل من الحدود السورية للمنشآت النفطية بطرابلس واللي بينقل الغاز لمعمل دير عمار الحرارة. شو هي المهام اللي بتقوم فيها مديرية منشآت النفط؟ تخضع مديرية منشآت النفط لقانون التجارة اللبنانية تجارة حرة، وبتأمن رواتبها من وارداتها. منشآت النفط ما بتملك أي حسابات مصرفية إلا بمصرف لبنان حصرياً. تستورد المازوت للسوق المحلي، بتبيع شركات توزيع المازوت العاملة بلبنان، أصحاب المولدات والمستشفيات عن طريق إجراء مناقصات دورية وعلنية للاستحصال على أفضل الأسعار. تجدر الإشارة إلى أن حصتها السوقية تجاوزت 40% من السوق المحلي هذه السنة. مؤخراً بدأت باستيراد مادة البنزين بعد كسر حصرية الكارتيل النفطي، وعم تعمل على رفع حصتها بالسوق لحوالي 35%. مؤخراً بدأت تجهيز خزاناتها لاستيراد الغاز المنزلي وكسر احتكاره بالأشهر القادمة. وقعت مديرية منشآت النفط عقد مع الشركة الروسية العملاقة روزنفت من خلال مزايدة عامة لتمويل بناء وإنشاء خزانات لتخزين كافة أنواع المشتقات النفطية بطرابلس. استثمار روزنفت ممكن يوصل ل 150 مليون دولار، إلا أنه هالمشروع ما بلش بعد. تجدر الإشارة إلى أنه جميع الأعمال اللي بيقوم فيها مدير عام منشآت النفط تخضع لرقابة وتصديق وزير الطاقة والمياه. هو بيوقع مع مدير عام منشآت النفط على كافة العقود، ومن المعروف أنه منشآت النفط بتخضع لرقابة التفتيش المركزي ورقابة ديوان المحاسبة. ليش الحرب على سركيس حليس اليوم؟ بحكم موقعه بيملك حق صلاحية استيراد المازوت والبنزين بعد كسر حصرية الكارتيل النفطي والغاز المنزلي اللي هو محتكر لطرف واحد، أي مونوبول. مشروع روزنفت بيساهم بخلق آلاف فرص العمل وملايين الدولارات. هو استثمار حيوي مش بس على صعيد لبنان بل الشرق الأوسط. تعمل المنشآت حالياً على إنجاز عقد استقدام بواخر إعادة التغويز لتمويل محطات الكهرباء بالغاز الطبيعي. شو هي علاقة المختبرات النفطية بمدير عام منشآت النفط؟ في ثلاث مختبرات تابعة لمنشآت النفط، هن مختبر الزهرانة، مختبر بيروت ومختبر طرابلس. لكل مختبر مدير وموظفين. هالمختبرات الثلاثة تتبع لمدير المختبرات اللي بدوره بيتبع للمدير العام المعاون لمنشآت النفط، اللي بيتبع إدارياً للمدير العام سركيس حليس، اللي بدوره بيتبع لوزير الطاقة والمياه. هالشي بيثبت غياب أي تعاطي وتواصل مباشر يومي، شهري أو سنوي بين مدراء المختبرات والمدير العام لمنشآت النفط، لتكون العلاقة بينهم محصورة فقط بتمويل معدات المختبرات عند الحاجة. وبالتالي من الممكن عقد اجتماع واحد سنوي مش أكتر بين أحد مدراء المختبرات والمدير العام إن دعت الحاجة.